الجزئية اللي بعد كده هي الاندكس فلتر. لو تفتكر لما عملنا من لحظات بسيطة جدا لما عملنا الايز يونيك بتاعه، كان هو زود لنا فلتر اللي هو كان بيقول له is not null، ما تقبلش null value في الكولوم ده. طيب لو انا عاوز احدد حاجة زي كده في الاندكس برضو من غير ما استخدم الايز يونيك، لان هو ضافها مع الايز يونيك باي ديفولت من غير ما احنا نضيفها، نفترض ان انا عاوز اضيف الفلتر ده من غير الايز يونيك، دي نقطة. خلينا كمان نفترض لو انا عاوز استخدم الايز يونيك وفي نفس الوقت ما اخليش الكولوم ده يبقى ريكوايرد، او الغي الجزئية بتاعت انه يقول له is not null، لو انا عاوز اوفر رايد على الجزئية دي واخليه نلبل، انا افرض على الانتيتي فريم ورك ان هي تقبل null مع اليونيك. ازاي اقدر اوصل للنقطتين دولت؟ اولا حاجة زي كده مش هتقدر تعملها باستخدام الداتا انوتيشن تماما، لازم تستخدم الفلونت اي بي اي. طيب اعملهم ازاي؟ النقطة الاولانية لو انا عاوز ازود الفلتر بتاعي من غير ما استخدم الايز يونيك، هاجي هنا اشيل الجزء ده واقول له دوت هاز فلتر، واكتب جوه هنا السيكوال سنتاكس بتاعي. فممكن مثلا نفس الكلام اقول له يو ار ال از نوت نال. تعال نقاد المايجريشن دي ونشوف ايه اللي بيحصل. هتلاحظ كده ان هو فعلا بيزود الاندكس اهو، اسمه والكولوم والتيبل، والجزء اللي اتضاف عليه هو الفلتر، اتضاف من غير الايز يونيك بتاعته، قال له ان في فلتر بتاعك اعمله انك ما تقبلش هنا نال في الكولوم ده. تعال نريموف المايجريشن دي، وتعالى مرة تانية نقول له is unique، فهاجي هنا اقول له is unique، ولو تفتكر دي باي ديفولت كانت بتزود الفلتر، واجي تحتها اقول له has filter وجواها اقول له null، وتعالى نعمل تاني add migration. هتلاحظ دلوقتي ان هو عمل تاني الاندكس بتاعك، لكن كل الاختلاف المرة دي اللي موجود ان لما عمل unique true ما زودش معاها الفلتر اللي هو is not null، ما زودوش لان احنا هنا قلنا له null، فبالتالي هيقبل ال null كفاليو.